بفترة الوجود السوري سنة 91 قامت بتلف المزروعات للناس، تلف الحشيش، ووعدوا الناس ببديل أو مساعدات مقابل التلف. اجت المساعدات ما دفعوا لحدا، نطرت الناس فترة يعني 10 سنين وأكثر. الطالب ببديل، الطالب بأي شيء بالتعويضات، ما دفعت الدولة. صار في لقاءات بين عائلات البقاع وعشائر البقاع بعد ما مرت الناس بالجوع، يعني لا حدا قادر يعبي مازوت يدفي ولاده، ما حدا قادر يعلم ولاده. أخذوا قرار بالمواجهة، أو البديل أو البديل عن زراعة الحشيشي أو المواجهة. الدولة ما رضخت لأنه دولتنا صايرة مثل عصابات، يعني كل ناس عاملين مجموعة للسرقة، وزراء نواب رئيس جمهورية كله بيسرق، ما حدا باله بالناس لا بالبقاع ولا بغير البقاع. أخذت قرار الناس لمواجهة، وصرنا 5 سنين عم نواجه وبنزرع ومنطلع الحشيشي ومنبيعها، واللي بيقرب عليها عم ناوسه من الدولة مش من الناس. نحنا مع كل إنسان فقير بالبقاع وبغير البقاع، وشو قادرين نساعد الناس بنساعد، بس مش رح نسمح لحدا يجوعنا ويجوع أولادنا بالمنطقة. هذا القرار اللي خدناه.